نرجع معكم مشاهدينا مع فقرة خاصة بوزارة الطاقة حتى نتعرف أكثر على موضوع جديد مع مستشار وزير الطاقة والمياه أستاذ حسن حمدان. أهلا وسهلا فيك وصباح الخير. بداية رح نحكي عن موضوعين، موضوع المسابقة يلي عم بتصير من قبل وزارة الطاقة، رح نحكي أكثر عن هالموضوع بعد شوي، بس هلا بدنا نحكي شوي عن المولدات يلي هو موضوع بهم الكتار من اللبنانية يلي دايما عندهم مشكلة بهذا الموضوع عن ارتفاع أسعار التكلفة لهالمولدات يلي عم بيكون كتير متفاوت من منطقة وأخرى، وأوقات عم يوصل يمكن لهيك سعر كتير باهظ. فهون الوزارة قدي حطت خطة لهيدا الموضوع، قدي أهمية هالخطة، وقدي عم يتطبق كمان من قبل البلديات؟ لا، بالنسبة لهذا الموضوع خليني أعطيك شوية هيستوريك عنه. تفضل. لما كانت عم تتحضر الخطة بأوائل 2010 كان عم بيتم احتساب كلفة الطاقة بلبنان، جزء من هيدي الطاقة الدولة منا قادرة تعطيه. اكتشفنا انه اكترية اللبنانيين، اكثر من 80% من اللبنانيين عندهم كونكشن على سكندري سورس للكهرباء، يعني عم بيجيبوا طاقه لما الدوله بتاثر من مطرح ثاني. اكترية هاي الطاقه جايه من مولدات صغيره بتشتغل على الديزل اللي هي اغلى ماده فيول لانتاج الطاقه. لما شفنا الرقم صراحه انصدمنا، يعني كان كبير. ما غضينا النظر عنه، لكن أخذناه بعين الاعتبار لحتى نخلص من الخطة ونشتغل على الإنتاج اللي هي الدولة لازم تعتمد عليه على أنه نعالجه بمرحلة لاحقة. أول ما إجت الوقت المؤاتي اتخذ الوزير قرار أنه يعالج هذا الموضوع بالطرق اللي بتسمح له واللي بيقدر يشتغل فيها، خصوصا موضوع الكهرباء موضوع جدا حساس، وانك تجيب الكهرباء للناس 24 على 24 كانت هي الغايه على انه نحافظ على الوضع الحالي ما نمس فيه بشكل عدائي. جينا قلنا انه تعال نحن نحتسب قد ايه كلفه هيدي الموترات. عملنا نموذج علمي مبدئيا واخذنا فيه كل الاعتبارات اللي ممكن تكون بتاثر على هيدي التكلفه، وطلع معنا رقم توجيهي. اكتشفنا اكثر انه هذا الرقم التوجيهي هو اقل من نصف ما هول الموترات عم بتشرجوا على الناس. اخذ على عاتق الوزير وراسل بعض الوزراء وقال انه انا بدي احاول عمم هيدي التعرفه التوجيهيه. طبعا ما فينا نقول الموضوع نجح 100% او باق بالفشل 100%، لحديت ما اجى نهار اخذ مجلس الوزراء قرار. بنتذكر في نهار كان في نقاش مجلس الوزراء عن رفع التفاقه عن المازوت الاحمر. جزء من القرار لما رفع التفاقه عن المازوت الاحمر قرروا انه ينحط اليه تعتمد بين وزاره الطاقه ووزاره الاقتصاد ووزاره الداخليه لا يسمحوا انه هيدي التعرفه تتطبق بالشكل الصحيح وتتراقب بالشكل الصحيح. طبعا صارت شهريا تصدر تعرفة رسمية عن وزارة الطاقة، تروح على وزارة الداخلية تتعمم على البلديات، وإذا الناس عندها شكوى تشتكي لحماية المستهلك، مديرية حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد. هلا بعد فترة من الزمن راقبنا الوضع إنه تنشوف شو الخرق اللي قدرنا عملناه بهذا الموضوع. صراحة فينا نقول بكل ثقة إنه 50% من الناس أو من المناطق اللي هي بتعتمد على المولدات التزمت بهيدي التسعيرة. ال 50% من المناطق الثانية عندها حيثياتها، عندها في بلديات هي بتحط تعرفة معينة، في مطارح ثانية ما التزمت بالتسعيرة، لكن سمحنا قدرنا نكبحهم وينزلوا. مثلا اذا كانوا عم بيشارجوا 700 ليره ونحن عم نحط 350 صار يحطوا شيء بالنص. يعني قدرنا نزلناهم المبلغ. بس ما في ملاحقه قانونيه، ما في شيء يعني ملاحقه معينه حتى تجبرهم. اذا في شيء بتقدري تثبتي بتكمش التليفون بتلفني لحمايه المستهلك، بيجوا وبيعملوا زبوطه. يعني في كذا حاله اصحاب المولدات اكلت زبط ورجعوا التزموا بال. بس الخوف انه يقطعوا الموتور عنهم، اللبناني عم بخاف من هالموضوع. صحيح. هلا لانه الكهرباء هي عازة مميتة عند الناس، ما بيقدروا يستغنوا عنها ابدا، بفضلوا احيانا يغضوا النظر عن بعض الشغلات، وهذا اللي ما بدنا اياه اكيد. اكيد هلا صحيح. بس انا مثل ما شايف ومثل ما راقبنا شويه مراحل، حمايه المستهلك قدرت حققت كمان شويه خروقات بهذا الموضوع، جبرت ناس يلتزموا بنتيجه الشكاوى اللي اجت لعنا على الوزاره من اصحاب مولدات انه هن عم ينظلموا. اوكي، مش انه الناس عم تنظلم، لكن فينا ناكد انه بعد هيدي الفتره اللي هي مرقت تقريبا صاروا شي سنتين ونص، في توفير هائل انعمل على الناس. يعني فينا نقول الرقم، ماني حابب احكي بالارقام،
الرقم اللي هو كان فوق المليار صار اليوم تحت المليار، اوكي، كتوفير من فاتوره المعدات. بس خلينا نعرف حالهم انه كمان هون الوزاره في تعرفه معينه هي فارضتها، اذا في تجاوزات كثير كبيره واوقات في كثير عم يجيبون فواتير يعني خياليه فيهم يشتكوا. خلينا ننقل هذا الموضوع وما يخافوا، اكيد يعني فيهم يشتكوا، في كذا مرجع للدوله بهذا الموضوع، فيهم يشتكوا للبلديه، البلديه فيها تتحرك، واذا ما لقوا تجاوب فيهم يشتكوا لوزاره الاقتصاد اللي هي كمان عم تبدي كثير تعاون بهذا الموضوع، يعني بناء على قرار مجلس الوزراء عم تتعاون جدا بهذا الموضوع. هندسة البلدية هي كمان اللي فارض التعريف حتى لو كانت أكيد هلا هذا شيء تاني من الموضوع، ما إلا وزارة الطاقة علاقة فيه، لأنه نحن بنصدر تعريفي بناء على دراسة علمية. ما بنتحكم، ما يعني أهداف وزارة الطاقة مش فرضة بالقوة، أهدافها هي تعمم هالتعرفة على أنه تتعمم بشكل صحيح، وعلى الوزارات الباقية هي تقوم بدورها لحتى تنفرد بشكل صحيح. لكن تعرفي تشعب هالمترات ووجودها بهالمناطق بكثرة وما في آلية جدا واضحة للسيطرة عليها، لكن هيدي الآلية اللي انحطت كمبدئيا عملت شغل منيح. طبعا بدنا نخلي براسنا انه الدوله بدها تجيب كهرباء 24 على 24، ما يعني هيدي هي استاذ حمدان. اذا بدنا نجي نفكر بالموضوع امتين رح نصير ننسى هالمواضيع كلها وننسى هالمشاكل كلها، وهل كمان يمكن التعرفه الاضافيه تصير تروح لمكان اخر؟ شو فينا نقول مثلا؟ خلينا نعطي حالنا لل 2015، هل رح يصير في عندنا كهرباء 24 على 24؟ هل بنطمح لهالموضوع ولا يمكن بطلنا هيك نفكر هيك بهالطريقه؟ وقد ايه فينا نفكر ايجابي؟ نطمح فينا نقول اكيد، يعني نحن منا شغله مش شيء بعيد عنا، مش شيء بعيد عنا، ومش شيء هالقد صعب. الناس بتعتقد انه بده قرار، يعني بده جرأة، والوزير عمل خروقات كثير كبيره بهذا الموضوع، يعني من ال 97 لل 2013 ما نحط ولا ميجا وات على الشبكه، اجت الباخره حطت 185 ميجا وات على الشبكه، وجايين المعامل ال 700 ميجا وات يحطوا كمان كهرباء على الشبكه، وجاي تاهيل المعامل اللي عندنا القديمه اللي نطول لها عمرها ونحسن وضعها كمان بدها تحط كهرباء على الشبكه، عدا عن الابجريدز اللي عم نعملها، عدا عن الخطه طويله المدى. مش حكي، خلصت دفاتر الشروط، تمت التلزيمات، وشفنا الوزير بكذا افتتاح بهذا الموضوع. طبعا المعمل ما بينعمل بيوم وليله، المعمل بده وقت يتعمر، ان شاء الله من هلا لل 2015، وبناء على دراساتنا والوزير اعلن بكذا مناسبه، نحن ممكن نصيب ال 24 على 24 بال 2015. انا برايي كتقني بقول ان شاء الله واكيد بنصيبها على 24 على 24 اذا بيتركوا الامور ماشيه بمسارها المضبوط. نحن رح نحكي اليوم عن مسابقتين حتى كمان تشجيعا لوزارة الطاقة ولكل الأشخاص اللي عندهم أفكار، إن كان حابين يكتبوا يرسموا يمكن يصوروا أمور كتيرة ممكن يستفيدوا منها، وربح كمان عم بيكون من عبر شاشة الأو تي في. ياريت تحكينا عن السايت يلي بدو يشاركوا فيه وعن المسابقة. هلأ المسابقة كتير حلوة، اسمها Spread Positive Energy، الهدف منا توعية أكثر، يعني إذا بتشوف الشق اللي منا، الأسئلة اللي بتنسأل بتغطي أربع قطاعات حيوية بالبلد قليل من الناس تعرف بالأرقام فيها. قطاع الطاقة اللي هي الكهرباء، قطاع الطاقات المتجددة، قطاع النفط، وقطاع المي. بتسألي حدا مثلا بالأرقام عن المي أو عن الكهرباء ما بيجاوب. هيدي المسابقة حطت الأسئلة بشكل بسيط لكن له غاية حلوة من وراء، بتخليك بس تجاوبي على السؤال تحفظ الجواب. طبعا الاسئله عم تنحط على فيسبوك، هو طبعا الويب سايت facebook.com/spreadpe، الناس بتشارك بالاجابات عبر الفيسبوك. طبعا في نشره الطقس بالاو تي في، بصير في سحب على اسامي الربحانه، والربحانه بيربح سخان على الطاقه الشمسيه، يعني حتى الربح له غايه يوميا اكيد، حتى الربح له طاقه له غايه حلوه. تخيلي انا عم بعلمك بالارقام وعم خليك توفري كهرباء على جيبتك وعلى الدوله، وعم خليك توفري بالبيئه، سخان الشمسي بيوفر عليك 10 امبير تدوير اذان بالبيت، اوكي؟ يعني الاوتكم تبعت كل هالمشروع هو مميز، يعني الناس مستفيده، عم تتعلم وعم بتوفر على جيبتها. اضافه لهيك حتى السخان الشمسي صنع محلي، يعني مغطينا من كل الميلات وغايتها كثير حلوه. انا بشجع الناس كلياتها تفوت على هذا اللينك وتشوف وتشارك لانه الكل بيربح، الكل. وعلى نفس اللينك فيهم يكتبوا شيء ايجابي. في شيء ثاني من المسابقه اللي هو كمان تو سبريد ا بوزيتيف ايديا اذا بدك، اللي هي صوره او مقال او فيديو شيء له علاقه بكمان بهالاربع قطاعات الحيويه، بدها تكون الصوره بتفرجي شيء بالكهرباء كثير بوزيتيف ايجابي جدا، او يكتب مقال يعطي الشق الايجابي. دائما نحن بنطلع على الشق المعتم من الموضوع. بس هلا بعد هالمراحل اللي اجتزناها بوزاره الطاقه والانجازات اللي عم بيعملوها،
صار فينا نشوف شق إيجابي، فينا نشوف سد، فينا نشوف مي واصل عند الناس، فينا نشوف كهرباء عم تتحسن هلأ بهيدي الأوقات. فحتى بالشبكة يعني أي صورة شو ما كانت، شو ما كانت طبيعتها عفوية، تعطي بوزيتيف فيو عن 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 حالها. مرشح انه يربح كمان سخان شمسي، لكن الجائزه الاساسيه هي بنزين لمده سنه من شركه يونايتد البنزين. يعني انا بشجع الكل انه يفوتوا ويشاركوا. اكيد نحن بدنا نشكرك ويعطيك ألف عافية. يوميا هالفقرة رح تكون هيك موجودة دايما ببرنامج يوم جديد، حتى كمان نشجع الكتار يشاركوا بهالمسابقة، وأكيد الربح يومي مثل ما ذكرنا بفقرة الطقس على 8 إلى 3 من عبر شاشة الأو تي في. أهلا وسهلا فيك أستاذ حسن حمدان، مستشار وزير الطاقة والمياه. نشكرك على المعلومات. مشاهدينا بريك ومنرجع لكم.